محمد طارق جلال حركة تحرير. اللي حصل النهاردة ان احنا كنا كخطوة من نوع متصعيد، ان احنا بقالنا 6 ايام ما حدش معبرنا، فخدنا خطوة متصعيد. النهاردة كان في حفلة معمولة عشان كلية سياسة واقتصاد كان هتاخد علامة التجدد النهاردة، فاحنا رحنا وقفنا قدام القبة طلبنا ان احنا حسام كامل ينزل يعرفنا ايه موقفه، بما ان هو حلقة الوصلة ما بيننا وبين الوزارة. ففوجئنا ان هم راحوا مهربينه باب الخلف من القبة وراحوا ممشيينه، فجرينا العربية بتاعته على الباب الرئيسي، فوقفنا قدام الباب الرئيسي، طلع الامن قفل علينا وجاب لنا بلطجية من بين السرايات ضربوا فينا واتخانقوا معانا. طيب وكان ايه الرد وايه خطوات التصعيد ان انتوا بتفكروا تعملوها في الوقت دوت؟ احنا عشان بقالنا 6 ايام ما حدش معبرنا، فاستغلنا ان النهارده كان في شخصيات عامه كتير جدا كانت حاضره الاحتفال دوت، فقلنا ان احنا وقفنا قدام القبه وطلبنا من حسام كامل ان هو ينزل يعرفنا ايه موقفه، ينزل يتكلم مع الطلبه. ما ينفعش احنا بقالنا 6 ايام مفيش اي حد سائل فينا في الاعتصام ولا حد يعبرنا، فكنا طالبين ان هو ينزل يتكلم معانا يعرفنا ايه موقفه على الاقل. شكرا لحضرتك. واحنا مكملين في الاعتصام ورايحين نشوف ايه اخبار باقي الطلبه وازاي بيقضوا يومهم الاعتصامي، وازاي بعد حادثه الترويع اللي حصلت لهم ديت، واللي بعض الطلبه اشار ان الحادثه ديت مفتعله ليهم عشان تخويف الطلاب، والواضح والظاهر في الوقت اللي احنا فيه ان زي ما الطالب قال دي حركه لتخويف وارهاب الطلاب. كلمة جد ولا ايه؟ يا عم ده يا ريس، السلام عليكم. تعرف حضرتك؟ الطالب احمد عبد السلام اولى سياسة اقتصاد. ممكن نعرف من حضرتك اللي حصل النهارده؟ ان شاء الله. يعني اللي حصل انه بعض البلطجية دخلوا عشان يلهونا عن خروج حسام كامل، وخرج حسام كامل وفي ثلاثة واربعة اتصابوا، يعني واحد منهم اختناق في الاختناق يعني غاز، وواحد اتصاب بمطوه في رجله. طيب شكرا. واحنا مستمرين في التعرف على المعتصمين. نتعرف حضرتك؟ انا محمد عبد الناصر مسؤول طلاب 6 ابريل جامعه القاهره. ممكن نعرف منك ايه اللي حصل النهارده؟ اللي حصل النهارده ببساطه ان احنا معتصمين بقالنا 6 ايام دون اي استجابه لمطالبنا، ومطالبنا هي عدم اقرار لائحه امن الدوله لائحه 1979 واقرار لائحه 1976 اللي وضعها الطلبه. احنا معتصمين بقالنا 6 ايام. النهارده قررنا ان احنا لازم نقابل حسام كامل رئيس الجامعه، كنا محاصرين القبة علشان هو ينزل نقابله، بس فاللي حصل ان الامن تعرض لنا هو والبلطجيه بتوعه وضربوا ناس من عندنا، واحد اتعور بمطوه والتاني ورشوا سيلف ديفنس ده بيخلي الواحد يغمى عليه، وناس كتير قوي اغمى عليهم النهارده. يعني في خطوات تصاعدية حضرتك بتفكر انك تعملها، او الزملاء معاك في الجامعة بيفكروا ان هم يعملوا اي خطوات تصاعدية في الفترة الجاية عشان الردود القوية اللي حصلت فيك وعدم الاستجابة؟ ان شاء الله باذن الله خلال يومين بالظبط خطوة تصاعدية قوية باذن الله هتحصل. باذن الله ربنا يوفقكم. ممكن ومعانا طالب تاني من الاعتصام النهاردة، ممكن نتعرف بحضرتك؟ انا حسام احمد طالب من جامعة القاهرة، طالب من الشاكين الثوريين، حركة الشاكين الثوريين. اللي حصل معانا النهارده بكل بساطة ان احنا كنا مفروض عندنا حالة من حالات التصعيد، فأثناء التصعيد تواجد عنف غير مبرر من الأمن ومن طلبة بكل بساطة، طلبة تانيين، بس أنا كنت شايف ان الأمن هو اللي تلاعب بعقول الطلبة دي وحرضهم ضدنا. الأمن والله انا متعاطف معاه لسبب واحد بس، ان الامن كان بيحاول ينفذ اوامر الاداره بس مش اكتر، لكن الاداره اللي كانت بتتلاعب بكل ده ما حاولتش حتى انها تقابل طلبه اللي حاولت تتكلم معاهم وحاولت تخش حسام كامل تكلمه، ورفض ده وفضل عليهم احتفال بسيط عن اي شكل تاني من الاشكال. طيب وزي ما احنا شايفين مراحل الاعتصام وبعد اليوم النهارده من الاحداث اللي حصلت في جامعه القاهره، وازاي كان في عنف النهارده في مواجهه الطلبه وفي مواجهه مواقف الطلبه. معانا مجموعه اخرى من الطلبه المعتصمين في جامعه القاهره، نتعرف حضرتك سيف الدين. ممكن نعرف منك ايه اللي حصل النهارده؟
والله مفيش. الموضوع كله ان في بتوع مكتبات اللي هم موجودين عند بين سرايات، الناس دي مفروض ان هي كانوا مفروض ان هم في الطلبه في الكليه والطلبه في الجامعه، مفروض ان هم يعني بيشتغلوا مع الامن، او كانوا بيشتغلوا مع الامن عامه يعني، بخناقات حاجات بيخشوا معاهم والكلام ده. فالمفروض ان بتوع الامن في ناس كانوا جايين من الجامعه الالمانيه مرضوش دخلوهم، فالمفروض ان احنا بنقول لهم ان هم يدخلوا الناس دي معانا، الناس دي معتصمه وعلى مسؤوليتنا. هم لا قالوا ازاي والكلام دوت، واحنا كنا اصلا معتصمين عشان لائحه 79. المفروض ان احنا كنا عايزين حسام كامل اللي هو رئيس الجامعه المفروض يقعد مع يعني يقعد يسمعنا، لان هو مش عايز يسمعنا. تفتكر رد الفعل اللي حصل معاكم النهارده هيكون ليه اي ردود تصعيديه من الطلبه في جامعه القاهره؟ اللي هو ايه بالظبط رد الفعل العنف اللي حصل النهارده في الاعتصام؟ تفتكر هل هيكون في اي خطوات تصعيديه في الاعتصام ولا هيفضل الاعتصام زي ما هو؟ لا هو اكيد يبقى في خطوات تصعيديه اكيد. اهم حاجه عندكم دلوقتي انكم تطمنوا على زمايلكم. اه اكيد المفروض ان هم يتاخدوا في جامعه التحرير، المفروض ان هم المفروض ممكن رايحين يعملوا محضر او حاجه زي كده يعني في الاسم، المفروض ان لقوا ان اللي هم جم اتخانقوا معانا دول هم اللي بيعملوا لهم محاضر، ان هم بيأذونا والكلام دول، وبتوع الامن راحوا عملوا لهم محاضر، فالمفروض دلوقتي هم راحوا اتاخدوا في النيابه وهيتعرضوا على النيابه المسائيه، فمش عارف يعني. ماشي، انا بشكر حضرتك جدا. طبعا شكل الاعتصام واضح انه اعتصام بدائي جدا، يعني مفيش اي عنف في الطلبه، الخيام زي ما احنا شايفين ما فيهاش غير تواجد طلابي بس، مش زي ما الامن اشاع ان في اسلحه وان في الكلام ده كله. والنهارده اللي حصل كل الطلبه بتاكد ان هو رد فعل بسبب الاعتصام وبسبب ان هم كانوا بيطالبوا بحقوق مشروعه زي ان حسام كامل يرد على الطلبه، وده ما حصلش.